مهما كنت بتعتقد انك شفت شروق الشمس باماكن ساحرة، اكيد ما راح يكون مثل شروق الشمس اللي راح نحكي عنه ضمن عجائب المجموعة الشمسية الثمانية. شروق الشمس على كوكب عطارد. اذا كنت تعتقد ان شروق الشمس وغروبها على كوكب الارض هو منظر خلاب، فانتظر حتى تراه على كوكب عطارد عندما تسمح الامكانيات التقنية بذهاب البشر الى هناك. فالشمس التي تبدو أكبر بمرتين ونصف عندما نراها من كوكب عطارد، وسنراها أيضا تشرق وتصعد في السماء قليلا ثم تعود أدراجها لتغرب تحت الأفق، ثم ما تلبث أن تشرق من جديد. أما عند الغروب فستتكرر العملية بشكل معاكس، والسبب في ذلك أن مدار عطارد إهليجي بيضوي أكثر من غيره، ويدور حول الشمس دورتين ليتم دورة واحدة حول نفسه. لن تشاهد شروقا للشمس أو غروبا أكثر روعة من ذلك.